كلنا تمر علينا أفكار نتمنى نحولها لمشاريع، لكن هل سبق سألت عن ثلاثية ريادة الأعمال؟ تعال ونسأل مجرب. احنا نبيع عود، احنا نصلح سيارات، نغسل ملابس. اللي واضح لنا ان افكارهم بسيطة، لكن بنفس الوقت نشوف منصة كاريفر صار عندهم اكثر من 800 ورشة، وتطبيق لاندرين قاعد يتوسع من الشرقية للرياض، ولا العود الذكي اللي يتجهز للنزول في سوق الاسهم. وش السر؟ صحيح ان نبيع عود، ولكن عود لأول مرة تستخدمه بدون فحم، بدون كهرب، سهل اشتعال، لذلك سميناه العود الذكي. في الواقع احنا ما نصلح السيارة، كاريفر هي منصة ربط بين العميل وبين الورشة، من خلالها العميل يحصل على أفضل الأسعار ويتابع جميع عمليات الإصلاح والصيانة من خلال التطبيق، كل هذا وأنت في بيتك. لاندرين شنطة تحط ملابسك فيها، تضغط زر تعلقها على بابك وترك الباقي علينا، خلال 24 ساعة بالكثير تلقاها معلقة على بابك. الأكيد لاحظنا بساطة أفكار المشاريع، لكن الكل يتفق أن فيه قيمة مضافة مميزة. السؤال الأهم، هل لازم يكون في مستثمر في بداية المشاريع؟ بداية الأفكار لا تحتاج إلى مستثمر، فلذلك أنا جلست فترة طويلة أثبت لنفسي ولمن حولي أن هذه الفكرة ناجحة قبل ما أدور مستثمر. الفكرة موجودة من قديم، بس يمكن اللي يفرق في أي مشروع ريادي أو في أي فكرة أنه في واحد بادر وعلق الجرس. أول ما بديت استقبل الطلبات عن طريق الواتساب. مو شرط أنك تبدأ باحترافية، المهم أنك تنفذ وتبدأ. وفي الحقيقة ريادة الأعمال هي بساطة فكرة والإبداع والتنفيذ بدون تردد، ومتأكد أن منتجك راح يوصل للعالمية.